صباح الفل يا باسانتو. الواحد فعلا بيبقى مبسوط جدا وهو بيبدا اليوم باخبار حلوه كلها طاقه ايجابيه. ابطالنا في البعثه المصريه اللي بيشاركوا في دوره العاب البحر المتوسط في مدينه وهران بالجزائر عاملين نتائج هايله على مدى الثلاث ايام اللي فاتوا. ابطالنا جابوا لمصر 15 ميداليه في ثلاث ايام، 4 ذهب و5 فضه و6 برونز، ولسه المسابقات مستمره لحد يوم 5 يوليو، وان شاء الله في الايام اللي جايه النتائج هتكون احسن ونقدر نحقق اكبر عدد ممكن من الميداليات. حاجة جميلة فعلا، ومن المهم ان احنا نبتدي يومنا باخبار ايجابية زي دي. انا بقالي كام يوم يا مصطفى بتابع اللي بيحصل في وهران وبشوف النتائج العظيمة اللي بيحققها ابطالنا. لفت انتباهي اكتر من حاجة، منها مثلا ان احنا عندنا في الحقيقة مواهب كتيرة جدا وكبيرة جدا، بالذات لو هنتكلم في تنس الطاولة مثلا. امبارح عندنا لعيبة بتوعنا واخدين الدرجة الكاملة، عمر عصر فاز ب4-0 على بطل تونس، احمد صالح فاز ب4-0 على بطل صربيا، والموهوبة طبعا هنا جودة فازت 4-0 على بطل تونس، ودينا مشرف فازت 4-2 على بطل تركيا. كمان منتخب سيدات الطاولة فاز لأول مرة في تاريخ مصر بذهبية البحر المتوسط بعد ما فاز على إيطاليا في النهائي. حاجة مشرفة وحاجة تفرح، يستحقوا مننا في الحقيقة كل الدعم وكل التحية وكل التقدير. صحيح، هم يعني يمكن بيسموها الرياضات الشهيدة لأن هي مظلومة إعلاميا جدا، لكن أنا مبسوط جدا جدا من ولادنا اللي عارفين يعملوا نتائج، حتى لو كانت الرياضات دي مش متغطية كويس أو واخدة اهتمام وسائل إعلام كويس، لكن هم قدروا ان هم يثبتوا وان هم يجيبوا ميداليات وان هم يجبرونا ان احنا نتفرج. ده حقيقي، جبروا فعلا كل برامج دلوقتي مهتميه جدا بيهم يا مصطفى، يعني بنشوف كتير منهم بقت اسامي معروفه جدا. بالظبط كده. وعايز اقول برضو يعني مش بس تنس الطاوله، يعني معظم الالعاب عندنا فيها مواهب وابطال كتير. يعني عندك مثلا امبارح المصارع المصري عمرو رضا، المصارع عمرو رضا حصل على ذهبيه جديده بعد فوزه على منافسه التركي. عندك مثلا يحيى حافظ لاعب منتخب مصر للمصارعه حصل على الميداليه الفضيه. عندك يوسف حميده حقق الميداليه البرونزيه في المصارعه الرومانيه. كانت المفاجاه امبارح لاعبه الملاكمه يمنى احمد اللي فازت في ربع النهائي على ملاكمه اسبانيا عشان تضمن لمصر اولى ميدالياتها في الملاكمه النسائيه. يوسف بدوي اللي قدر انه يحصل على ميداليه ذهب في الكاراتيه وزن 84 كيلوغرام. يوسف ده ليه قصه بقى مهمه جدا وملهمه جدا. يوسف الحقيقه كان مصاب اصابه كبيره جدا، وكان المفروض ان هو اصلا مش هيلعب مباراه النهائي، لكن هو عنده اصرار. انا في الحقيقه مستغرباه جدا، يوسف صمم انه يلعب ولعب النهائي، ومش بس لعب، لا ده كمان ده فاز على بطل صربيا 6-1 وخد الميداليه الذهبيه. تحيه كبيره قوي ليوسف، تحيه كبيره قوي لكل ابطالنا اللي شرفونا في الجزائر، وفي الحقيقه بيشرفونا في كل بطوله يا مصطفى، بيرفعوا علم مصر وبيرفعوا اسم مصر فوق، وقدروا ان هم يحفروا اسمهم مش بس في الاعلام المصري، لا كمان الاعلام العربي والعالمي. صحيح. انا برضو ليا هنا يعني حاجه مهمه جدا عايز اقولها، ان احنا لازم نقول شكرا للجزائر، شكرا لجمهور الجزائر الجميل اللي كان بيشجع من كل قلبه لعيبه منتخبنا الوطني لكره اليد في المباراتين اللي لعبوهم من اول دقيقه في المباراه لحد اخر دقيقه، والجزائريين بيشجعوا بكل حماس. شكرا جمهور الجزائر. وكمان شفناهم في تنس الطاوله وفي لعبات كتير، ما كانش بس في كره اليد، يمكن كانت دي المباراه الاكبر اللي جمهور الجزائر كان باين صوته ان هو بيشجع مصر. انا مبسوط جدا 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 من الروح دي. يا رب دايما الرياضه تبقى موحدانا على هدف واحد ومخليه الشعوب كلها تقف جنب بعضها. هو ده الهدف الحقيقي للرياضه واللعب الرياضه وللتشجيع الرياضي بشكل عام. جميل فعلا ان احنا نشوف الجمهور من بلاد ثانيه عربيه بتساند بعض وتقف جنب بعض وتشجع بعض، ده مهم جدا. صحيح. حقيقي كان منظر مشرف جدا، واكيد دعمنا نفسيا او دعم اللعيبه بتوعنا نفسيا وخلاهم يعملوا احسن واحسن. واللعيبه كمان بتوع اللعبات الثانيه بيشجعوا مصر. انا شايف يعني كذا لعبه ثانيه، انت بتخرج هنا من تنس الطاوله بتروح تشجع مش عارف الكاراتيه، انت بتخرج هنا بتروح، يعني الحالة نفسها إيجابية جدا يا باسنت. ده حقيقي يا مصطفى. يعني بنتمنى أكيد كل التوفيق للعيبة بتوعنا، وبنتمنى إن شاء الله يعني مصر كده العلم بتاعنا يفضل مرفوع، ونبقى مهتمين زي ما أنت قلت، مش بس إحنا بنهتم دايما يمكن جمهورنا بالكورة، لا دلوقتي بقى فيه اهتمام أكبر بلاعب تانية مختلفة، فعايزين دعم أكتر ليهم. يلا نشجعهم أكتر، نقف جنبهم أكتر، إن شاء الله يعملوا أحسن وأحسن. صباحكم زي الفل إن شاء الله. نصبح على حضراتكم، صباح الخير يا مصر. صباح الفل.